دربي دبل درب عمان بحال ما كتسوى والو، الرواج من درب عمان هو اللي محرك هذه المدينه كامله، يعني ترونسبور يعني كل شيء سهل، كالدخله ديال الرباط طنجه ديريكت على البحر زوينه، اش يحولوا شي بلاصه غادي يكرفسوا. واختي بحال غي يطفيو واحد المنبع اللي كيترزق منه الناس غير يطفيو، اي ذبحوا الرواجو. 18 عام هنا انا، كنا كل العيش ديالي من هنا، وراه جينا كازا بلا درب عمار ما حتى شي حاجه. يعني درب عمار في محلات مزيانين، الناس كيجيو يتعداو وحنا كنبيعو ونشريو ونترزقو على الله. يعني درب عمار مزيان، حولوا لنا شي بلاصه هنا غنتسخسخو، الناس هما غيتسخسخو، بيع وشرايا كلشي غيتسخسخ. هادشي باش زوين هنا درب عمار. ما يمكنش تكون كازا بلا درب عمار. ولفوا دابا العواشر في درب عمار، العيد في درب عمار، الناس كتبيع وتشري في درب عمار، ما يمكنش. انا جاتني شويه ما تقبلناهاش الحقيقه. ايوا في الصراحه حنا كندورو تندورو تنجيو لدرب عمر، حنا جايين دابا من السباته تنتقداو هنا، يعني دائما درب عمر تيكون فيه الجديد، يعني الانسان دائما كيقلب على الجديد، وحنا دائما كنجيو لدرب عمر باش نقلبوا على الجديد، هو اخر المستجدات اللي كتكون في السوق، هذا هو اللي كنجيو لدرب عمر. كنخليو القصاريات عندنا تما كاينه في السكنه ديالنا، كاينين القصاريات ولكن تنجيو ضروري لدرب عمر، يعني ولفناه من الصغر ديالنا وحنا تنجيو هنا، يعني وبلا يعني غتجينا واحد ما نتقبل، ما غاديش نتقبلوا كازا بلا درب عمر، وكيجيو من المغرب كله ماشي غير الدار البيضاء ولا كيجيو الناس خارج الدار البيضاء. كازا بلا درب عمر راه ما كاينش البيع والشراء، ودرب عمر هو الاساسي ديال المغرب كامل. ولا اختارتوا الفراشه مات درب عمر، ولا حيدوا الكاميوات مات درب عمر، درب عمر هو الاساس. انا مده 40 سنه وانا تنعرف درب عمر، وكنت بوحدي ودرب عمر بلا فراشه بلا والو راه ما كاينش درب عمر. درب غلف راه هو كلشي، الناس في المغرب عايشه بدرب غلف، كل اللي خدام دارو كيجي مع الصباح يشتي العشيه يدبر على راسه ضروري، فهمتي؟ انا هو درب غلف، كبرنا انا الوالد ديالي تزادنا، اش غتقول لهم؟ سولي اللي غيحيدوا درب غلف غيخرجوا عايش الشعب، غيخرجوا عايش الشعب، بنادم كلشي غيمشي يشفر كلشي غيمشي له، بنادم كيجي درب غلف كيدبر على راسه. انت اختي درب غلف هما هاد المحلات هما هاد الناس اللي واكلين فيه الخبز. دابا انت باغا تصاوبي تليفون كتجي لدرب غلف، ملي غيحولوا درب غلف مثلا النواصر، ملي غتبغي تصاوبي تليفون غتمشي حتى النواصر، غتمشي لبرشيد ما يمكنش. كاين اللي معيش عائله، كاين اللي معيش والدي وولادو بزاف الحوايج. يعني اختي الا حيدوا لنا السوق غادي راه ما عندنا فين غنمشيو ناكلوا الخبز، راه بقينا هنايا بقينا ندورو. انا ما نكذبش عليك، درب غلف تسنا فيه وقبلنا فيه، غادي يكون واحد التغيير كثير لحيدو لنا درب غلف. ولكن اذا كان على حسب التفكير ديالنا، اذا كانوا زعما يعوضوا لينا في مكان قريب من درب غلف، لان حنا سامعين بان غيبعدوا عباد الله. درب غلف اش نقول لك، درب غلف هو المقر ديال كازا، درب غلف هو كل شيء، يعني بلا درب غلف بلا كازا ما هو القلب النابض ديال كازا. كنحس ان درب غلف ما انا حس ان كازا شويه نقصت، ما شنو نقول درب غلف هو كلشي. ما